تأكيدا على استمرار إضراب المعلمين عن العمل في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتصم آلاف المعلمين والطلبة أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله المحتلة، داعين الحكومة الفلسطينية لتحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية. المزيد في التقرير التالي. احنا طلاب التوجيه، احنا حراس الوطني. فيما بدا على أنه انضمام الطلبة إلى معلميهم في الحراك والإضراب للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروفهم، أشار المعلمون المعتصمون أمام رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله المحتلة بأن المسألة تتعلق بحقوق نقابية استحقت منذ أن قامت الحكومة والسلطة الوطنية بمنحهم وعودا بتحسين ظروفهم وليست مطالبا وليدة اللحظة. المطالب هي عادلة وبسيطة، رفع الظلم عنا وذلك بتحقيق العدالة. حسب كل موظف حكومي يجب أن يتعاملوا معه على أساس مؤهله العلمي وسنوات خبرته، إما أن نعيش جميعا فقراء ونحمل الهم الفلسطيني جميعا، وإما أن نعيش في مستوى متقارب. بدنا ندرس عشان بدنا نكمل تعليمنا، يعني مش ضايل إشي للتوجيه، يعني هيك بكسروا علينا في المواد ومش رح يضل معنا وقت، بس إنه برضو كرامة المعلمين فوق الكل، إنه يعني إيش جايين هم بيعملوا مع المعلمين، يعني لازم إنهم يضربوا ياخذوا حقوقهم في الأول، بعدين برضو يلاقوا حلول للطلاب. المعلمون الذين توافدوا بالآلاف إلى رام الله من مختلف محافظات الضفة الغربية على الرغم من العراقيل التي هدفت لمنعهم من المشاركة في الاعتصام المركزي، أكدوا بأنه على الحكومة الفلسطينية أن تنزل عن الشجرة وتستمع لمطالبهم وتسعى لتحقيقها، لأنهم لا يطالبون إلا بحقوقهم وبمساواتهم بغيرهم من الموظفين الحكوميين. نناشد الجهات العليا أن تنظر إلى مسألة المعلمين بنظرة واقعية وحقيقية، نحن نعنينا فقط مطالبنا، حققوها لنا فلنرجع إلى مدارسنا، اشتقنا لطلابنا، اشتقنا لحياتنا الطبيعية، نريد منكم حل جذري لكي لا يتكرر موجات الإضراب باستمرار. الحكومة لا تزال مصرة على موقفها من الإضراب بالتفاوض مع جسم يمثل المعلمين والإيفاء بما يترتب عليها إثر الاتفاقيات الموقعة عام 2013 وفي شهر شباط الماضي للمعلمين الذين يلتزمون بدوامهم. على عكس المرات السابقة، هذه المرة انضم الطلاب إلى معلميهم في صرخة الكرامة، هذا المشهد الذي بات معتادا أسبوعيا منذ بدء الإضراب، فيما الحكومة مستمرة على موقفها من إضراب المعلمين. من أمام رئاسة الوزراء في رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤية.